اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العاشر من شهر ذي الحجه لعام 1445 للهجره، حلقه جديده من برنامج اخبار الحج. لبيك جئنا مذنبينا وأذان إبراهيم دا حجاج بيتك تائبين. نرجو الوصال. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج أخبار الحج في العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1445 للهجرة. نقدم لكم فيها ومن خلالها أهم وآخر الأخبار على الساحة المحلية، ونرافق الحجيج أينما كانوا لنرصد أخبارهم. دعونا نبدأ وإياكم ونستهل هذه الحلقة بالعناوين. لبيك جئنا. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والمعالي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة خدمات متميزة. جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في هذه الحلقة. ومن العناوين إلى التفاصيل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة العسكرية حفظه الله، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر من اليوم أصحاب السمو الملكي الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج. هذا وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة بهذه المناسبة قال فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده علينا جميعا بالخير والأمن والازدهار. إنما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة، وستواصل الدولة بجميع قطاعاتها المعنية بإذن الله تعالى تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة. ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع وأن يديم علينا نعمه، وكل عام وأنتم بخير. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا هو نص الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين اليوم في قصر منى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل حفظه الله الكبار المدعوين واستقبل أصحاب الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والمعالي و المشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة
المشاركة في الحج. إذن استمعنا حقيقة لهذه الكلمة الضافية التي ألقاها حفظه الله اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله خير الجزاء على ما يقدمانه ويبذلانه لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لينعموا بكل أمن وطمأنينة وسكينة وليأدوا مناسكهم وهم في خير وأمن واطمئنان. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يا رب العالمين. من هذا الخبر مشاهدي الكرام إلى خبرنا التالي، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام بالمسجد الحرام طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله. ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية الطواف في بيئة صحية آمنة، حيث عملت الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام على تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق. وهيئت الهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآلية ممنهجة لإدارة الحشود وضعت مسبقا لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذاك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام. كما عملت الهيئة على تهيئة منظومة تكييف متكاملة لتوفير هواء نقي بارد في جميع أرجاء المسجد الحرام وتبريد الهواء الخارجي في الساحات والطرق المؤدية للمسجد الحرام وللحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. ويتم تنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستيعاب الأعداد من ضيوف الرحمن وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. كما تقوم الهيئة بغسل المسجد الحرام وسطحه وساحاته على مدار 24 ساعة. إذن مشاهدي الكرام كانت هذه هي اللقطات التي فيها أدى أولى طلائع ضيوف الرحمن طواف الإفاضة في المسجد الحرام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال والأقوال. إلى خبرنا التالي مشاهدي الكرام، حيث أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وذاك وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى، حيث توافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هيئت للصلاة، وأدى المصلون فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 للهجرة في مختلف مناطق المملكة في هذا العيد السعيد الذي يأتي وسط منظومة خدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ولينعم جميع سكان ومواطني المملكة العربية السعودية في مختلف مناطق المملكة بالأمن والطمأنينة وتقديم الخدمات التي ترقى لهم. إذن مشاهدي الكرام كان هذا هو خبرنا الثالث من ضمن أخبارنا اليوم في أخبار الحج. إلى خبرنا الرابع، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة تحفهم عناية الله تعالى ورعايته وهم يعيشون الأجواء الإيمانية. وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج. كما رصد بفضل الله نجاح مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.
إذن كما نشاهد وإياكم في هذه اللقطات وصول حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة الأولى، ثم بإذن الله أنهم ينعمون خلال الأيام القادمة بالإقامة في منى لينعموا بتلك الأجواء الطيبة ويشكرون الله جل وعلا على ما وهبهم وتفضل عليهم بنعم جليلة عديدة لا تعد ولا تحصى. إذن من هذا الخبر مشاهدي الكرام إلى خبرنا التالي، حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مشعر عرفات شهد أحمالا تاريخية لم تسجل من قبل، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى 454 ميجا واط، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة. وأكدت أن الخطة التشغيلية للشركة لهذا العام تسير وفق ما هو مخطط لها، وأضافت أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. وأكدت السعودية للكهرباء أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية. حقيقة يعني كما ذكر حقيقة زميلي خالد قبل قليل بأنه اليوم المملكة ليست فقط تقدم خدمات، لا، الموضوع أعمق بذلك من كثير وأكبر من ذلك بكثير. اليوم المملكة تقدم جودة خدمات، تقدم مستوى عالي من الخدمات، ليس مجرد خدمة تصل أو لا تصل، لا، اليوم نشهد يعني تطور هائل في تقديم جودة الخدمات وليس تقديم الخدمة فقط. مشاهدي الكرام، كانت هذه هي أبرز الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع، والأخبار التي رافقت الحجيج خلال 24 ساعة الماضية. من أخبارنا الرئيسية إلى فقرتنا التالية، فقرة ترندكم. لبيك يا بالأمس حقيقة كان هناك مشاهد مهيبة لاجتماع حجاج بيت الله الحرام ووقوفهم على ذلك الصعيد الطاهر، صعيد عرفات، واجتماعهم لا يرجون إلا الله جل وعلا، يرجون مغفرته، يرجون غفران الذنوب، يرجون أن يعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم. كان مشهدا مهيبا عظيما. دعونا نشاهد وإياكم هذا الترند الأول الذي كان منصته الرئيسية واللي انتشر فيه انتشار واسع، منصة إكس. خلونا نشوف هذا الترند. إذن كسوا هذا الجبل بهذا البياض الجميل الذي يعني نبعت فيه صدورهم ونبعت فيه قلوبهم بطلب المغفرة من الله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. خلونا نشوف تعليقات الناس حول هذا الترند. نبدأ بمنار المطيري اللي علقت وقالت: يا الله المنظر فعلا مهيب، تقشعر جسمي، أسأل الله يتقبل منهم ويستجيب لهم ولنا كل ما نتمنى يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. تعليق اللي تلا ذلك كان من عازفة الأمل، قالت: مشهد مهيب فعلا، الله يتقبل منهم يا رب وعقبالنا يا رب، الله يرزق كل من أراد حج بيته الكريم أن ييسر له ذلك وأن يعني يجعله حجا مبرورا وأن يسهل ذلك وأن يجعل في ذلك خيرا كثيرا يا رب العالمين. تعليق اللي تلا ذلك والأخير كان من غادة. غادة علقت على هذا الترند وقالت: يا الله يا بختهم، تبارك الرحمن، الله يبارك لهم، يا رب نتزاحم عند باب الجنة. يا سلام، والله إنه تعليق جميل جدا. يعني هي رصدت هذا الزحام
اللي موجود في 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 جبل الرحمة في عرفة، وكيف إنه الناس فعلا كسوا الجبل هذا بالبياض، فتذكرت هذا الزحام وقالت يا رب أن نتزاحم عند أبواب الجنة. الله يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، إلى ترندنا التالي مشاهدينا الكرام اللي انتشر في منصة سناب شات واللي كان من مشعر مزدلفة. فرق الرقابة لوزارة التجارة نفذت جولات استباقية لضمان سلامة الأغذية. دعونا وإياكم نشاهد هذا الترند. هذا اليوم نزل هذه الآن تواريخ جديدة ممكن أسألها؟ أيوة جديدة، اليوم نزل اليوم؟ اليوم منزل إن شاء الله. لبيك يا حبيب، ثلاجات فيها ثلج؟ ثلاجات فيها ثلج؟ إذن بالفعل يعني إذا قلنا أنه تكامل الجهود الحكومية التي جالسة تقدم، فعلا تكامل الجهود يعني، ولا يتبادر للذهن وزارة التجارة لماذا تتواجد في المشاعر؟ يعني زي ما شفنا حتى بسكوتر ووفقا للظروف المتواجدة لا هم جالسين يجون وراقبون الأغذية ومدى صلاحيتها وتواريخ الإنتاج وتواريخ الانتهاء ومدى حفظها بالشكل الصحيح، فعلا تقديم جودة من الخدمات لينعم حاج بيت الله الحرام وهو بصحة وأمن وأمان. مشاهدي الكرام، كان هذا هو ترندنا الثاني. إلى ترندنا الثالث اللي رصد فيه أجواء جميلة يعني يعطرها العبق ويعطرها الجو الإيماني الكبير الذي يعيشه زوار المسجد الحرام. خلونا نشوف وإياكم أجواء عيد الأضحى في المسجد الحرام. الله أكبر. أجمل هذه الأجواء وما أجمل تلك الأجواء الروحانية الجميلة في المسجد الحرام، يعني ما تتخيلون قديش قشعر جسمي لما شفنا هذه الأجواء والبنوثات الصغار وتواجد الحرم. حقيقة هي مشاعر يطرب أو تطرب لها النفس وتتمنى أنها تتواجد في هذا المسجد الطاهر المبارك. مشاهدينا الكرام، كان هذه جولة حول مختلف الترندات اللي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي والتي كانت لها صلة مباشرة بحجاج بيت الله الحرام. أخذناكم في جولة سريعة حول مختلف الأخبار ومختلف الذي نشر في منصات التواصل الاجتماعي حول أهم وآخر ما تم نشره عن حجاج بيت الله الحرام. دعونا نرصد لكم أبرز العناوين في 90 ثانية. وزير الشؤون الإسلامية يزور مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج ويلتقي كبار المستضيفين. متحدث الصحة 35,000 ممارس وممارسة و5500 متطوع يقدمون الخدمات الطبية للحجاج.
وكيل وزارة الحج أكثر من 3 ملايين قراءة لرمز الاستجابة على بطاقة نسك. أمانة العاصمة المقدسة تحقق إنجازات في مبادرة وطهر بيتي لتوفير خدمات متكاملة للزوار والحجاج. النيابة العامة سندات الهدي والأضاحي والفدي تحظى بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها. التجارة تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنتشر في كل النقاط الأمنية والطرق المؤدية إلى مكة والمشاعر. هيئة النقل أكثر من 6000 عملية فحص رقابية بمكة والمدينة المنورة في 7 من ذي الحجة. إقبال كبير على الحركة الشرائية خلال أول أيام العيد بأسواق الأنعام في المدينة المنورة. أخيراً العقيل، ارتفاع الرطوبة في المساء على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة. إذن مشاهدي الكرام، بعد نهاية 90 ثانية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار الحج، حول الأخبار التي نعم بها ضيوف الرحمن خلال 24 ساعة الماضية. الموعد سيتجدد بكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، وما زال في برنامج لبيك بقية، لكن بعد هذا الفاصل. لبيك يا